نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهد الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، تكلمنا في الخطبة الماضية عن مراحل الحساب، ابتداء من خروج الروح وعذاب القبر أو نعيمه، والعرض على الله سبحانه وتعالى والحساب، ثم الميزان أو تطاير الصحف، ثم الميزان، ثم الصراط، ثم القنطرة. كانت هذه مراحل رحلة الدار الآخرة، إما إلى جنة وإما إلى نار. اليوم نتحدث عن آخر محطات يوم القيامة، ألا وهي دخول الجنة. تكلمنا في الخطبة الماضية كيف أن المؤمن إذا كان عليه معاصي سقط في النار وطهر من المعاصي والذنوب التي كانت بينه وبين الله، ثم أكمل مشواره على الصراط حتى وصل القنطرة. فإن كان له حق عند الناس طهر، أعيد إلى النار مرة أخرى ليطهر من الذنوب، إن كثرت سيئاته عن حسناته أدخل مرة أخرى في النار ليطهر عن تلك الذنوب، ثم يدخل الجنة. وسأل موسى عليه السلام في يوم من الأيام الله سبحانه وتعالى عن أدنى أهل الجنة منزلا. هذا رجل لم يعمل خيرا قط، كل حياته كانت في غفلة، ولكنه مات على التوحيد، كان موحد لله، فبالتالي يطهر عن ذنوبه ثم يدخل الجنة. يروي ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: آخر من يدخل الجنة هو رجل يمشي مرة ويخبو مرة، يسقط على وجهه وتسفعه النار مرة، أي تضربه على وجهه وتسوده، فإذا ما جاوزها خلاص عد النار، التفت إليها فقال: تبارك الذي نجاني منك. هذا آخر واحد يدخل الجنة، قال: تبارك الذي نجاني منك، لقد أعطاني الله شيئا ما أعطاه أحدا من الأولين والآخرين. هو يظن أنه هو الوحيد
الذي نجا من النار، فترفع له شجرة فيقول: أي ربي أدنني من هذه الشجرة. طبعا هو طالب من جهنم فيريد ظل، مكان بارد عشان يرتاح فيه، فأستظل بظلها وأشرب من مائها، في مية جنبها كذا وظل. فيقول الله عز وجل: يا ابن آدم لعلي إن أعطيتكها سألتني غيرها. يعني أنا هديك اللي أنت عايزه، أنت عايز شجرة وظل وماء، تسألني بعديها أي حاجة؟ فيقول: لا يا رب. ويعاهده ألا يسأله غيرها، وربه يعذره، واحد طلع من النار، لأنه يرى ما لا صبر له عليه، فيدنيه. يا ريت تغيروا لنا الجهاز ده. فيدنيه منها، فيستظل بظلها ويشرب من مائها، ثم ترفع له شجرة هي أحسن من الأولى، فيقول: أي ربي أدنني من هذه لأشرب من مائها وأستظل بظلها، لا أسألك غيرها. فيقول الله عز وجل: يا ابن آدم ألم تعاهدني ألا تسألني غيرها؟ فيقول: لعلي إن أدنيتك منها تسألني غيرها. فيعاهده ألا يسأله غيرها، وربه يعذره، لأنه يرى ما لا صبر له عليه، فيدنيه منها، فيستظل بظلها ويشرب من مائها، ثم ترفع له شجرة عند باب الجنة. هي الأحسن من الأوليين. فيقول: أي ربي أدنني من هذه لأستظل بظلها وأشرب من مائها، لا أسألك غيرها. فيقول: يا ابن آدم ألم تعاهدني ألا تسألني غيرها؟ قال: يا رب بلى يا رب، هذه لا أسألك غيرها. وربه يعذره، لأنه يرى ما لا صبر له عليه، فيدنيه منها، فإذا أدناه منها فسمع أصوات أهل الجنة. طبعا باب الجنة مفتوح شوية والشجرة عند باب الجنة، فيسمع. هو طبعا لا يطمع ان يدخل الجنه، هو مفكر انه خلاص كفايه عليك كده، لان انت لم تعمل خيرا قط، فهو مش متوقع انه يدخل الجنه. ثم يسكن فتره طويله طويله طويله، بعدين لم يتحمل فيقول: ربي ادخلنيها، يعني ادخلني الجنه. فيقول: يا ابن ادم ما يصيرني منك، اي ما الذي يقطع المسألة؟ ايه اللي يرضيك بس انت؟ ماذا تريد؟ متى تنقطع عن السؤال؟ فيقول: ايرضيك ان اعطيك الدنيا ومثلها؟ ده اخر واحد يخرج من النار. يا ابن ادم ايرضيك اعطيك الدنيا ومثلها معها، يعني الدنيا كلها بكل اموالها وقصورها وشجارها أشجارها وأنهارها وجبالها ضعفين، هي وزيها يعني الضعف، ترضى؟ فيقول: يا رب أتستهزئ مني وأنت رب العالمين؟ يعني أنا أستاهل؟ أنا ما عملتش خير أصلا، أتستهزئ مني وأنت رب العالمين؟ فضحك ابن مسعود راوي الحديث، وفي رواية قال: فإن لك مثلها، مثل الدنيا كلها، ومثل ضعف الدنيا، ومثل أضعاف الدنيا، أضعاف ملك أكبر ملك عاش في الدنيا. لما وصل الرابعة قال: رضيت يا رب، رضيت، كفاية كده، أربع أضعاف الدنيا كلها. وقال: ومثله ولك عشر أمثاله
ولك ما اشتهت نفسك ولذت عينك. هل نظرتم إلى كرم الكرم بعد هذا الكرم؟ 10 أمثال الدنيا، وكمان أي حاجة تخطر على بالك ننبيها لك. ولك ما اشتهت نفسك عينك واشتهت نفسك ولذت. طيب، فيقول، فيضحك النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال هذا، فقال: على ماذا تضحكون؟ قال: ضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم من ضحك رب العالمين. الله سبحانه بيضحك عليه انه مستغرب ان هديك 10 أضعاف الدنيا وكل اللي نفسك فيه كمان، وانت ما عملت خير قط. حينها عندما قال: أتزأ مني وأنت رب العالمين، يعني أنا أخذ ده كله. فقال الله: إني لا أستهزئ بك ولكني على ما أشاء قادر. ثم سأل موسى عليه السلام رب العالمين: يا رب، هذا أدنى واحد في الجنة؟ كل اللي نفسه فيه ياخده؟ قال: ده أدنى واحد. قال: يا رب، فمن أعلاهم منزلة؟ إذا كان هذا ليه كل ما يشتري، اللي فوق في الجنة الفردوس ماذا له؟ فقال الله عز وجل: أولئك الذين أردت، فلا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. اللي فوق اصلا حتى لو هم تمنوا لن يستطيعوا ان يأوى، لو تمنى هيتمنى اشياء شافها في الدنيا. هو عشان فوق اللي بيمني بيفاجئوا بالمفاجآت والهدايا الله رب العالمين. فيقول له: تشتهي كم؟ هم لا يخطر على باله لانه ما شاف. فيمنيه الله سبحانه وتعالى: ايه رايك في كذا؟ ايه رايك في كذا؟ طبعا هو يتعجب: لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من يدخل الجنة ينعم ولا لا يبأس، لا تبلى ثيابه ولا يفنى شبابه. وعن سعيد الخدري، أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله عز وجل يقول لأهل الجنة: يا أهل الجنة. تخيل الله سبحانه وتعالى يناديك وأنت بترد عليه، أنت بتسمع رب العالمين يناديك، فيقولون: لبيك ربنا وسعديك والخير في يديك. فيقول الله عز وجل: هل رضيتم؟ فيقولون: وما لنا لا نرضى يا ربنا، وقد أعطيتنا ما لم تعطي أحدا من خلقك. فيقول الله عز وجل: ألا أعطيكم أفضل من ذلك؟ فيقول: يا رب، وأي شيء أفضل من ذلك؟ كل هذا النعيم أي شيء أفضل منه؟ فيقول الله عز وجل: أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا. اللي هو الأمان التام إنه مستحيل أسخط منكم أو أزعل منكم تاني، كده أنتوا في أمان. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أهل الجنة ليتراءون أهل الغرف من فوقهم كما تتراءون الكوكب الدري الغائر في الأفق. يعني تخيل أنت هنا في الدنيا وتشوف حاجة كده بتلمع في السماء، كوكب، ده اللي فوق اللي تحت اللي في منزلة أقل منه بيشوف اللي منزلة أعلى منه كأنه في زي نجمة كده في السماء من بعد الدرجات بين الناس لتفاضل ما بينهم. قالوا: يا رسول الله، تلك منازل الأنبياء لا يبلغها غيرهم. هم دول الأنبياء اللي هم وصلوا يعني هذا البعد في الدرجة. قال صلى الله عليه وسلم: بلى،
والذي نفسي بيده رجال آمنوا بالله وصدقوا المرسلين. لا سعادتين لا أنبياء آمنوا بالله وصدقوا المرسلين ووصلوا إلى هذه الدرجة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أول زمرة يدخلون الجنة على صورة القمر ليلة البدر والذين يلونهم على أشد كوكب دري في السماء إضاءة للنور لا يغولون ولا يتغوطون ولا يتمخطون ولا يدفنون أمشاطهم الذهب ورشحهم العرق ورشحهم المسك ومجامرهم الألوة وأزواجهم الحور العين أخلاقهم على خلق رجل واحد على صورة أبيهم آدم 60 ذراعا في السماء. في السماء طول الواحد فيهم 60 ذراعا. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ينادي مناد إن لكم أن تصحوا فلا تسقموا أبدا. ما فيش مرض أبدا. وإن لكم أن تحيوا فلا تموتوا أبدا. وإن لكم أن تشبوا فلا تحرموا أبدا. شباب على طول. وإن لكم أن تنعموا فلا تبأسوا أبدا. ما تشوفوا البؤس في الحياة أبدا. فذلك قوله عز وجل ودودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون. وروى البخاري رحمه الله في صحيحه أن عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عرضت علي الأمم فجعل النبي والنبيان يمرون معهم الرهط. الرهط يعني أقل من 10. النبي آمن معاه بس 10 وأقل. والنبي ليس معه أحد حتى رفع إليه سواد عظيم. قلت ما هذا؟ هذه أمتي؟ قيل بل هذه موسى بل هذا موسى وقومه. قيل انظر إلى الأفق فإذا سواد يملأ الأفق. ثم قيل لي انظر هاهنا في آفاق السماء فإذا سواد قد ملأ الأفق. قيل هذه أمتك ويدخل الجنة من هؤلاء أمة محمد 70,000 بغير حساب. ثم دخل ولم يبين لهم فأفاض القوم. دخل وترك الصحابة فالصحابة استغربوا من هؤلاء 70,000 يدخلوا الجنة بلا حساب ولا عذاب. فقال منهم نحن الذين آمنا بالله واتبعنا الرسول فنحن هم أو أولادنا الذين ولدوا في الإسلام. قلوا يمكن الناس اللي ما كانوا مشركين ولدوا في الإسلام نقول دول فإنا ولدنا في الجاهلية. فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم فخرج فقال من هؤلاء من بعد ماذا تسألون؟ قال نسأل عن هؤلاء 70,000 من هم هؤلاء 70,000 يدخلون الجنة بلا حساب؟ قال هم الذين لا يسترقون يعني ما يطلب الرقية للحق لو رقى يرقي نفسه ولا يتطيرون لا يتشاءم ولا يكتوون الكي بالنار وعلى ربهم يتوكلون. يعني باختصار هم الناس اللي عندهم توكل تام على الله عز وجل وحده يدخلون الجنة بلا حساب ولا سابقة عذاب. وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو أن امرأة من أهل الجنة اطلعت إلى أهل الأرض لأضاءت ما بينهما ملأت الأرض كلها نور ولملأت ريحها ولملأته ريحة يعني انتشر ريحة طيبة انتشرت في الأرض. بس لو إيه بصت على كوكب الأرض نورها وريحتها تنتشر في الأرض ولنصيفها على رأسها خير من الدنيا وما فيها. طرحة اللي على رأسها بس خير من الدنيا وما فيها. هذه زوجتك في الجنة. وفي قصة سمعتها من سنين حصلت قصة واقعية. كان في شاب مقبل على الصلاة وعلى تلاوة القرآن وحفظ القرآن إلى أن دخل المدرسة.
عمره 7 سنين كان حافظ القرآن. وبعدين ترك شغلته الدراسة وما استطاع أنه يجمع بين الدراسة وبين الحفظ. فقال أنا مش عايز دراسة، عايز أحفظ القرآن وأتعلم العلم. طيب، وكان معروف هذا الشاب، شاب صغير، أنه دائما في المسجد، دائما ماسك المصحف ويقرأ والصلوات كلها في المسجد، وحلق الذكر وحلق العلم حتى كبر. لما كبر مرض ومات، مات بعد صلاة الظهر، غسلوا وكفنوا. ثم قالوا نصلي عليه بعد صلاة العصر حتى يكثر الناس، لأنه الحين كل الناس اللي بيتغدى واللي نايم، صلاة العصر نصلي عليه، نصلي العصر ونصلي عليه ونذهب ندفنه. وكان عمه، أبوه كان متوفي، عمه قال أنا أجلس هنا في المسجد جنب الجنازة، أنام أنا هنا لحد العصر، والعصر نروح ندفنه. ونام وكل واحد راح بيته. فأتته في المنام زوجة هذا الولد في الجنة، قالت له يا عم نسألك بالله أن تعجل، زوجاته في الجنة، نسألك بالله أن تعجل لنا بهذا الولد، فإن زوجاته في الجنة ونحن في انتظاره بفارغ الصبر، لا تتأخر عليه. فاستيقظ الرجل مفزوع، ما وراح وجمع أهل الحي بسرعة، تعالوا أنا شفت كذا كذا. دخلوا المسجد وجدوا ريحة المسجد كلها مسك، والله يقسم من قالها ذكر هذا القصة، قال والله ريحة الحورية لم تذهب عن هذا المسجد 3 أشهر، بس عشان جاته في المنام. كل اللي يدخل المسجد ما هذه الريح، من وين هذا العود، من وين هذا المسك، ما شفنا زيه في الدنيا. قالوا والله كذا كذا قصة هذا الريح. فهذه زوجة، زوجتك في الجنة ريحها لو اطلعت على الأرض لملأت الأرض كلها ريح. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال سمعت الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لزوجة لروحة في سبيل الله أو غدوة خير من الدنيا وما فيها، ولقام قوس، قوس أحدكم، القوس اللي كانوا به الجبال، من الجنة أو موضع قيد صوت خير من الدنيا وما فيها، ولا ولو أن امرأة من أهل الجنة اطلعت على أهل الأرض لأضاءت ما بينهما ولملأته ريحها. وروى مسلم في صحيحه قال يأكل أهل الجنة فيها ويشربون ولا يتمخضون ولا يتبغضون ولا يبولون، ويكون طعامهم ذلك شاهد، هضم الطعام عرق يخرج بريح المسك، يلهمون التسبيح كما يلهمون النفس، زي ما احنا بنتنفس كده هم نفسهم تسبيح لله سبحانه وتعالى. وعلى أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يعطى المؤمن في الجنة قوة كذا وكذا من الجماع. قيل يا رسول الله أو يطيق ذلك؟ قال يعطى قوة 100، يعطى الرجل قوة 100 رجل في الجنة. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يبني المؤمن فيضع عليه كنفة، يعني يستره بينك وبينه. تخيل أنت والله سبحانه وتعالى ليس بينك وبينه ترجمان، يقول الله سبحانه وتعالى أتعرف ذنب كذا، يذكر العبد بذنوبه في الدنيا، أتعرف ذنب كذا؟ فيقول نعم أي يا رب، حتى إذا قرره بذنوبه ورأى نفسه أنه قد هلك قال سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم
فيعطى كتابه عن حسناته بيمينه. وعن سهيل رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أهل الجنة الجنة قال، يقول الله تبارك وتعالى: تريدون شيئا أزيده؟ فيقولون: ألم تبيض وجوهنا؟ ألم تدخلنا الجنة وتنجينا من النار؟ فيكشف الحجاب، حجاب لمين؟ حجاب الله النور. يكشف الله سبحانه وتعالى الحجاب ويأذن لأهل الجنة أن ينظروا إلى وجه الله سبحانه وتعالى، فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى ربهم عز وجل، وهي الزيادة. ثم تلا: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم فاستغفروه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن للمؤمن في الجنة لخيمة من لؤلؤة مجوفة طولها 60 ميلا، 60 ميل طول بيتك في الجنة، في كل زاوية منها أهل ما يرون الآخرين، زوجة هنا وزوجة هنا وزوجة هنا، يطوف عليهم المؤمن، وجنتان من فضة، عنده جنتان من فضة آنيتهما وما فيهما، وجنتان من ذهب آنيتهما وما فيهما، كل حاجة فيهم من ذهب، وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى ربهم إلا رداء الكبرياء على وجهه في جنات عدن. طبعا الناس اللي تنظر إلى الله سبحانه وتعالى يكون يوم الجمعة، كل يوم جمعة في اسم سوق، اسم سوق الجمعة في الجنة. ماذا يحدث؟ كل أهل الجنة يذهبون ليزوروا الله سبحانه وتعالى في هذا اليوم على مختلف مستوياته. الكل يذهب، اللي في مستوى 1000، اللي مستوى في 2000، مستوى 600، يذهبون كلهم يجتمعوا إلى سوق الجمعة، يتبضعوا يعني زي شوبينج كذا، اللي نفسكم فيه تاخذوه ويزوروا الله سبحانه وتعالى ويكلمهم كل يوم جمعة وينظروا إلى وجه الكريم. يقول صلى الله عليه وسلم: إن في الجنة لسوقا يأتونها كل جمعة فتهب ريح الشمال فتحثو على وجوههم وثيابهم، ريح تأتي كذا من الشمال وتهب على وجوههم وثيابهم، فيزدادون حسنا وجمالا، فيرجعون لما يخلصوا عاد ويشوفوا رب العالمين ويأكلوا نفسهم فيه، يرجعون إلى أهليهم وقد ازدادوا حسنا وجمالا، فيقول لهم أهلهم أزواجهم في الجنة: والله لقد ازددتم بعدنا حسنا، وكل أسبوع جمالك يزيد بس مجرد أن رحت شفت رب العالمين وجيت. فيقولون: وأنتم والله لقد ازددتم بعدنا حسنا وجمالا. يرجع يجد زوجاته في الجنة جمالهم زاد كل أسبوع. هذه جنة الرحمن، تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان نقيا. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم لا تأخذنا إليك إلا وأنت راض عنا يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. اللهم إنا نسألك الجنة، جنة الفردوس الأعلى من الجنة مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تفلحون.